دعم الشباب الكويتي وانخراطه في العمل بالقطاع الخاص أبرز الأهداف التي أكد عليها مؤتمر قرار 2015 انطلاقا من أهمية دور العمالة الوطنية في العمل الخاص على مستوى المؤسسات الخاصة والأعمال الحرة. المؤتمر تقيمه منظمة مهندسون بلا حدود وتستهدف العنصر الشبابي لتنمية قدراته وحثه على العمل التطوعي، لا سيما وأن مؤشرات الأعمال التطوعية في البلاد شهدت نمواً على مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. مؤتمر قرار 2015 اللي نظمونه مهندسون بلا حدود، صراحة هذا هو العمل التطوعي، هذا هو المجتمع المدني ينمو بسرعة البر، يناقش قضايا مهمة، وهذا احنا ما يعني نصب اليه كدولة وكحكومة وكوزارة شؤون. الحكومة تعهدت بتطبيق مبدأ الأجر مقابل الإنجاز على مستوى القطاعين العام والخاص قريبا، في خطوة لتطوير إنتاجية الموظفين وتحفيزهم على العمل. مستقبل الوظيفي لقطاع الشباب وآلية اتخاذ قرارهم للانخراط في المجال العملي، وكذلك حديث عن يعني أكثر من عنصر في العمل سواء الأخلاقيات المهنية. وفيما يخص مشروع البديل الاستراتيجي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة تأخرت في إنجاز القانون كونه لا يزال خاضعا لمزيد من التعديلات والمراجعات.